فإذا نقرأ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان الرسول الذي يرفق بأصحابه وبالناس من حوله، وقد صوره الله سبحانه وتعالى بصورة أكثر وضوحاً عندما خاطب المسلمين ليعرفهم شخصية الرسول عليه الصلاة والسلام: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، بشر مثلكم، من نفس المنطقة، ينطق نفس اللغة، لم يأتكم رسول من الملائكة ولا من الجن، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. العنت المشقة، يعني يعز عليه، يثقل قلبه، يتألم، يحزن عندما يراكم متعبين مجهدين تعيشون الحرج والمشقة في حياتكم. عزيز عليه ما عنتم، يعني عنت وهو المشقة. حريص عليكم، يحرص عليكم كما تحرص الأم على ولدها، كيف تحتضنه حتى لا يصاب بسوء. الرسول كان يحتضن الأمة بكل مشاعره وكل حنانه وكل عطفه: بالمؤمنين رؤوف رحيم، يرأف بالمؤمنين، يرحمهم. هذه أيها الأحبة كانت صفة الرسول الذي يرأف ويرحم ويحمل هموم أمته ويلين في كلامه ويلين في قلبه. كان شأنه الرفق وحل الأمور بالرفق، وعلى كل القادة في كل موقع قيادي، سواء كان الموقع القيادي موقعا فقهيا أو كان موقعا سياسيا أو اجتماعيا أو أمنيا، عليهم أن يقتدوا برسول الله، لأن الله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قدوة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهذا ما كان يبشر به رسول الله صلى الله عليه وآله في الأسلوب الذي ينبغي للإنسان المؤمن، سواء كان في الموقع القيادي أو كان في الموقع المتنوع في المجتمع، أن يأخذوا بأسباب الرفق لا بأسباب العنف، أن يعالجوا الأمور بالطريقة السلمية التي ترفق بالإنسان الآخر حتى وهي ترد عليه.